السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي، مرحبا بكم دائما على القناة. إذا كنتلقاو اليوم مع هذا الفرد الثاني بالنسبة للدورة الأولى الخاص باللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. هذا أول نموذج بالنسبة لهذا العام، هذا لأن كما عرفتوا أن المقرر تبدل هذا العام. إذا غنخدموا على بركة الله ورجعوا فيه يعني أهم الدروس، وغنخلي لكم الرابط أسفل الفيديو ديال البي دي اف باش تيليشارجيوه. واللي بغى على شكل صور غيلقى على الصفحة ديال الفيسبوك اللي غنخلي لكم الرابط ديالها حتى هي أسفل الفيديو، وكذلك كنخلي لكم الرابط ديال اللي فيه جميع الفروض الثانية بالنسبة للدورة الأولى اللي درناهم على القناة، كلهم غتلقاوهم فوق في داك لو ليان اللي هو بلاي ليست، غادي تدخلوا غتلقاو فيه جميع الفروض سواء اللي درنا داك العام او اللي كنديروهم هاد العام. اذا نبداو على بركه الله. عندنا لو تيكست جو سوي مينور، مينور يعني قاصر، قاصر حنا غنعرفوا شنو هو كاسك مينور في لو تيكست. توت بيرسون دو موان دو 18 ans est considéré comme un enfant، يعني كل شخص قل دو موا دو 18 ans قل من 18 سنه كيتعتبر ان انفون اون دووا في القانون. اون بارل دو مينور، كنتكلموا على قاصر في القانون، كنقولوا قاصر، وفي يعني اللغه العاديه او لا يعني خارج القانون تنسميوه الطفل. الطفل يعني هو توت بيرسون اجي دو موا دو 18 ans، يعني اللي في السن ديالو قل من 18 عام كيتسمى ان انفون في القانون فهو قاصر. لونفون اي سو لوتوريتي دو سي ريسبونسابل، يعني الطفل تحت لوتوريتي يعني العربيه بالضبط يعني السلطه ديال المسؤولين عليه القانونيين، اما الاب ديالو بير او لا مير او لا تيوتور، يعني الشخص اللي كيكفلو يعني ولي الامر ديالو كيتسمى ان تيوتور. لونفون دو اوبيير ا سي بارون، الطفل خاصو يطيع الوالدين ديالو. لي بارون اون لوبليغاسيون، يعني من واجب ديال الاباء دو بروتيجي اي ديدوكي لور انفون، باش يحميو ويقريو الابن ديالهم. ارتيكل 371 دو كود سيفيك، هاد لو تيكست هذا مخود من لو كود سيفيك يعني من القانون المدني، من هذا الفصل 371 على واحد من القانون المدني. اذا غنمشيو للكومبريونسيون، كالي لو تيتر دو سو تيكست؟ اذا كاينين النقاط اللي ما عندك فين ضيعهم، انا نكتبو لو تيتر، لو تيتر دو سو تيكست اي جو سوي un mineur. D'où est tiré ce texte? Il m'a dit que d'où est tiré ce texte, yani منين خدينا هذا لو تيكست، ولا quelle est la source de ce texte، شنو هو مصدر النص. دائما مصدر النص كنلقاوه لتحت، سواء لقيتي d'où est tiré ولا quelle est la source de ce texte راهم بحال بحال المصدر. دي نقولوا ce texte، ce texte est tiré de l'article kada kada du code civique, de l'article 371 على 1 du code civique، من القانون المدني code civil. De quoi parle le texte؟ اذا لو تيكست كيعطينا التعريف ديال شكون هو لو مينور، وكيعطيني quelques droits et quelques devoirs de l'enfant. هذا هو التام اللي عندكم، les devoirs et les droits de l'enfant. Le texte parle des droits et des devoirs de l'enfant. حقوق وواجبات الطفل. Un mineur est coche avec une croix la bonne réponse. Wesh, un mineur est une personne de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans ou une personne de 18 ans. Il y a deux moins qui m'aident le texte. قل من 18 سنة، 18 سنة صافي كيولي بالغ. Répond par vrai ou faux. Un mineur est un enfant. Un mineur est un enfant, c'est vrai. L'enfant doit obéir à ses parents. On a le texte, le verbe obéir, le nom jette, mais l'obéissance, ta'a, idem, aussi c'est vrai.
احيد من بالكم هذيك ديال راه وحده فغي وحده فو وفغي فو فغي فو، داك التناوب راه ما كاينش. حاجه اللي فغي كنقرا الجمله لي نونسي كنقراها، لقيتها صحيحه كنحطها صحيحه، قريتها خاطئه كنحطها خاطئه، بدون علاقه بداكشي اللي قبل منها ولا بداكشي اللي تابعه. غوليف دو تيكست ان دووا اي دو دووار دو لونفون. هنا كيبان لي الاستاذ يعني دابا انا عاود تواصل معاه، لان هنا كيبان لي واحد الحاجه ماشي هي هذيك. قالنا هنا ان دووا يعني حق وجو ديال لي دووار في لو تيكست، كاين جوج ديال لي دووا ودووار واحد. الدووار الواجب اللي عليه هو لوبيسونس، اي دووا اوبيير ا سي بارون. بالنسبه لي دووا ديالو كاين جوج، لا بروتيكسيون اي ليدوكاسيون يعني الحمايه والتدريس، مفهوم؟ ولا التعليم. اذا هنايا نورمالمون خاص يكون ان دووار، ان دووار اي دو اي دو دووا اي دو دووا. اذا عندنا ان دووار اي دو دووا، اذا هنا خاص يكون لو دووار، اذا هنا ولي دووا الحقوق صافي. بالنسبه قلنا لو دووار، اذا لوبيسونس، لوبي سونس il doit obéir à ses parents. اذا عندنا لوبي سونس، وعندنا لي دووار، عندنا ليدوكاسيون، لا بروتيكسيون، لا بروتيكسيون، وعندنا ليدوكاسيون، ليدوكاسيون. اذا صافي غندوزو ندوزو الصفحه المواليه. اذا بالنسبه للغرامير، ديتيرمين لو تيب دو شاكون دي فراز سويفونت. اذا شفتو لي فراز جميع لي تيب، يعني لي كاتر تيب دو فراز، ديكلاراتيف، انتروغاتيف، اكسكلاماتيف اي امبيراتيف. افاس لو طابلو، الحاجه اللي تقدروا تلفوا فيها، شوف هادي باينه، هادي انتروغاتيف، هادي انتروغاتيف، ما عندنا مشكل. المشكل كيكون عندكم بين لا فراز اكسكلاماتيف ولا فراز امبيراتيف، لان بجوج يقدروا يكونوا كيساليو بان بوين ديكسكلاماسيون. اذا كيفاش كنقدر نفرق بيناتهم؟ كنمشي للبديه، الا لقيت ان فيرب كونجوغي على امبيراتيف بحال هنا افاس، غاماسي، هادو سو سون دي فيرب، لو فيرب افاسي لو فيرب غاماسي، واخا عندهم بوين ديكسكلاماسيون انا ما نمشيش نحط فراز اكسكلاماتيف. كنمشي عاوتاني نشوف هادي او اللي كيبادين بأو، اللي بادين بكوم، اللي بادين كيل، هادو كنعرفهم اكسكلاماتيف. اذا البدايه هي اللي كتحكم، ما تشوفش غير العلامه وتمشي تحط. اذا هادي سي اون فراز امبيراتيف، امبيراتيف هادي سي اون فراز اكسكلاماتيف، هادي سي اون فراز ديكلاراتيف، هادي لان فيها واحد ديكلاراسيون، فيها واحد لانفورماسيون، فيها معلومه. جي اشتي ان نوفيل اورديناتور، شريت واحد لورديناتور جديد. اسو كو، اذا هنا سي اون فراز انتيروغاتيف، انتيروغاتيف. هنايا غاماسي قلنا امبيراتيف، امبيراتيف. كومون تو تابي، سي اون فراز انتيروغاتيف. Transformer les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Et dans chouna, kifash kantaqlo mon phrase déclarative من déclarative l'interrogatif. Dabar nmchou bel'aks من l'interrogatif déclaratif. Et dans kifash kantaql من déclarative l'interrogatif, imma kandir had locution est-ce que, ou la kandir nqleb sujet ou le verbe. مفهوم؟ وممكن نخلي الجمله كما هي ونساليها بعلامه استفهام، ولكن هذيك ماشي يعني من الاحسن. اما كنقلبوا السوجي تنديروا لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب، ولا كنديروا اسكو. اذا لا بغيت نرجع لا فراز كما كانت في الاول قبل ما نرجعها انتيروغاتيف، يكفي انني نرجع السوجي هو الاول والفيرب هو الثاني. هنا افي فو تيرميني فوتغ اكزيرسيس، هل انهيتم يعني التمرين ديالكم؟ غادي نشد غنبدا دابا فو، غنخلي الترتيب هو هذاك، ما نخليش لانفيرسيون، ما نخليهمش مقلوبين. فوزافي تيرميني يعني انهيتم، فوزافي تيرميني فوتغ اكزيرسيس، فوتغ اكزيرسيس بوان. اسو كو تو فو مونجي، غنحيد اسو كو اللي كنسول بها وغندير تو فو مونجي، تو فو افيك بوان ا لا فان، تو فو مونجي صافي بوان. Réécris ces phrases suivantes d'une autre
مانيير. اذا هنا عندنا دي فراز اكسكلاماتيف غنكتبوهم بدوتر مانيير. اذا كاين بزاف ديال لي مانيير باش كنديروا اون فراز انتيرو اكسكلاماتيف. اذا اما كنكتبو بكال اما بكم اما باو. شوف ملي كيكون عندي كال ولا او، مثلا كال ولا او، هادو ود او كتبعها حتى هي، هادو ما كيكونش فيهم الفيرب. مثلا الجمله هنا كتكون اون فراز نومينال يعني ما كاينش الفيرب، مثلا كال بو ستيلو او لو بو ستيلو، ولكن الا بغيت ندخل كوم كيبان تما اتر صافي. كوم سو ستيلو اي بو، كوم وملي كندير كوم كو ولا كوم ايلي بو، كوم مثلا ايلي ولا الي بيل ولا كوم سو سو ستيلو اي، مفهوم؟ كوم ايلي بو. انا غنعطيكم مثال بهاد كال بو ستيلو بثلاثه باش تعرفوا كيفاش تبقاو تبدلوهم. ناخذ واحد الورقه. اذا عندنا هنا بكال بو ستيلو، هاك غنديروا ليها ب او، غنديروا او لو بو ستيلو، او لو بو ستيلو صافي. دابا غنديروا كوم، كوم اما ندير كوم ايلي بو، كوم ايلي بو سو ستيلو، سو ستيلو فهم، كوم ايلي بو سو ستيلو ولا كوم سو ستيلو اي بو، كوم سو ستيلو اي بو صافي. اذا هادو هما ثلاثه الطرق. هادي بكال، كال على نفسها ديال او ما كنزيد فيها لا فيرب لا والو. ملي كندير كوم كنزيد هاد لادجيكتيف ديمونستراتيف، اما سو ولا سات ولا سي على حساب واش الاسم اللي عندي سانغولي ولا فيمينا. ولا مثلا كوم لا درنا فيمينا، كوم الي بيل، الي بيل سات في صافي، كوم الي بيل سات في، لان دوينا على الفيمينا. الا كان عندنا ماسكولا ايل مع سو، كان بلوريال غندير بحال هنايا il avec s ou c pluriel مفهوم. هادشي اللي كاين. اذا غنجربو هنايا نديرو شي شكل اخر، شي شي نديرو او لو بو ستيلو ولا كوم il est beau ce stylo، كوم il est beau ce stylo. هنا كوم ils sont beaux ces livres، اما غندير بحال هادي بكال ولا نبدا بأو اللي بغيتو. مثلا نديرو كال، كال بو ليفغ، ولا غنديرو او لي بو بما ان ما عندناش او نديروها او لي بو ليفغ، او لي بو هنا نسيت ما درتش لي بو ليفغ افيك اس، او لي بو ليفغ، اولا نديرو كال بو ليفغ هنا باش نوعو في الاشكال وصافي. اذا هنا غنجيو للكونجيغيزون، عندنا لامبيراتيف واخا ديال بخومي غروب وديال دوزيام غروب. اذا ساهل بالنسبه للامبيراتيف، كيكون فيه 3 بيرسون يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هنا بالنسبه لي فيرب ديال بخومي غروب كياخذوا او او ان اس و او زد، هادشي اللي كاين هنا دوني. خاصك تعقل على هادو، دوزيام بيرسون دو سينغولي، دوزيام بيرسون دو سينغولي، بروميير بيرسون دو بلوريال، بروميير بيرسون دوزيام. اذا حنا بحال الا في الامبيراتيف يعني بحال الا كنصرفوا مع تو و نو وفو، لان كنامرك انت ونامر راسي مع الجماعه هي نو، وكنامر واحد الجماعه، ما نقدرش نامر شي واحد غايب ولا نامر نفسي ولا مفهوم ولا شي وحدين غايبين. اذا هادو هما لي ثوازيام بيرسون، هادي كتسمى البروميير بيرسون دو سينغولي، هادي البروميير بيرسون دو بلوريال، وهادي الدوزيام بيرسون دو بلور بلوريال صافي. يعني هما ما كيكتبولكش تو ولا نو ولا فو بحال في البريزون ولا في شي طون واحد اخر، لا كيكتبولك اش من بيرسون. الا شفتي سينغولييه، سينغولييه عندنا وحده هي تو فقط، بحال الا كتصرف مع تو ولكن راه ما عندكش تو. هنايا بحال الا كتصرف مع نو ولكن راه ما كايناش نو وما كايناش فو. ملي تشوف بروميير بيرسون دو بلوريال يعني هي نو، شكون الاولى في البلوريال كنبداو بنو عاد كتبع فو هي الدوزيام. اذا هنا ملي كنشوف سينغولييه، سينغولييه وحده، اذا غندير دون بلا اس. راه في البريزون كندير اس ولكن في الامبيراتيف ما كنديرش اس، كنحط بلا بلا اس. remplir ديال دوزيام جروب، اذا اي اس اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او ان تي صافي. اذا رومبلي في دوزيام بيرسون دو سينغولي بحال بحال هادي يعني بحال مع تو، غنقول رومبلي سو فورمولير.
Le verbe applaudir في première personne du pluriel يعني مع نو يعني عندي قلنا إن ما إي إس إي دوز إس أو إن إس إي دوز إس أو زد إذا أنا غنصرف في première personne du pluriel يعني مع نو إذا غندير إي دوز إس أو إن إس أبلوديس أبلوديسون trop fort أبلوديسون parler في première personne du pluriel عاوتاني عاوتاني بال مع Nous, on a le verbe parler, dit le premier groupe. Il va dire parlons. Parlons à haute voix. Le verbe regarder, ma deuxième personne du pluriel, il y a vous. Regardez dans les yeux. Regardez, on va EZ dans les yeux. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif à deux des verbes du troisième groupe sont mis havdo. Les verbes du troisième groupe sont mis havdo. Les noms ce sont des verbes irréguliers. Ils ont les radicales ils ont qui se bédlo. Ils sont nés de bas hommes balhfad. Ils ont hfad on dit les autodictés. Je n'ai pas d'autodicté. N'arrête pas la race. On écrit. Ça fait. On écrit bon. Elle le verbe venir me voir. Elle vient. كيفاش كيتبدل لو راديكال كانت هي الثالثه ولات هنا هي يعني كانت هي الرابعه ولات هي الثانيه لو فيرب فوندغ دي بوتي بوسان اذا جو فون اس نو لو فيرب لير لو تيكست جو سوي ان مينور اذا نو ليزون كتبان ديك الاس صافي في لو فيرب لير جو لي تو لي اي لي نو ليزون فو ليزي اي ليز فو لو فيرب بوفوار تا هو من لي فيرب لي ايريغولييه جو بو تو بو ايل بو نو بوفون فو بوفي ايل بوف اذا فو بوفي كونسولتي سا بيوغرافي بوفي اذا هنا تو مع لو فيرب فوار تو فوا افيك اس اذا ندوزو الصفحه الاخرى L'orthographe accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. Il y a un sujet qui est en terminaison, ou terminaison qui est en train de se sujet. Il signe un nouveau contrat, il y a un contrat jdida, il y a un il avec S, le verbe signer, EN, T. Vous écoutez, avec EZ, elle habite avec E, Ataruden, tu regardes ES, nous chantons EN. S, c'est très facile. Randozo accorde correctement le participe passé avec son sujet. Benis va l'accord du participe passé avec le sujet. Mais l'ikki kun anna le verbe, le passé composé, conjugué avec avoir. Il crée un anil ka, le participe passé. Là, le participe passé, ça fait rani ken kun selit le muhimmadiel. Donc, il kun anna sujet plus l'auxiliaire plus le participe. passé بحال كنصرف في الباسي كومبوزي اذا في الاول كنحدد اش من اوكسيليير واش اتر ولا افوار اغلبيه لي فيرب كيمشيو مع افوار الا واحد 14 فيرب اللي كيكونوا معروفين كيمشيو مع اتر بحال لو فيرب الي لو فيرب سورتير لو فيرب انتري لو فيرب ديسوندر لو فيرب طومبي لو فيرب نو مورير لو فيرب نتر المهم كاين 14 ولي فيرب برونومينو هادو هما اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر ما تبقى كيمشي مع افوار من بعد خصني نلقى البارتيسيب باسي اذا اول حاجه كنمشي نجيب اتر والافوار مصرفين على حساب السوجي اللي عندي كنمشي نجيب لو بارتيسيب باسي الا كان ديال بروميي جروب بارتيسيب باسي ديالو او اكسون كان ديال دوزيام جروب بارتيسيب باسي ديالو كي سالي بي فون بحال شوازير شوازي دوني دوني افيك او اكسون مفهوم هنايا هذا راجعت معكم الدرس دابا غندوزو هنايا accorde correctement le participe passé avec son sujet هنا عندي je suis allé à le à la boulangerie هنا عندي être اذا ملي كيكون عندي être هذا participe passé كندير ليه l'accord كيولي عندي بحال شي adjectif qualificatif هذا participe passé كيولي بحال adjectif والadjectif اش كنعرف عليه il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie يعني كنزيد ليه e الا كان sujet féminin نزيد s الا كان singulier ou pluriel masculin pluriel ou كنزيد es الا كان féminin pluriel يعني مؤنث وجمع هنا je انا الا كنتي انتي كتخرجي الفرد féminin غتزيدي الاو كنتي انت masculin ما غتزيدش الاو وغدير l'auxiliaire le participe passé بحال هكا كيكون كنتي féminin غتزيد كنتي masculin ما تزيدش ولا ممكن ديرها بين قوسين بحال هكا وتخرج من باب واسع على حساب هاد جو المتكلم féminin غيزيد او ماشي féminin ما غيزيدش او elle est le verbe venir le verbe venir تا هو من لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être وبما ان elle هنايا féminin singulier idem شنو بعد الparticipe passé ديال venir هو venu كنزيد ليها الاو لان ال فيمي انا فهم nous sommes le verbe
partir. اول حاجه خصنا نعرف شنو هو البارتيسيپ باسي ديال لو فيرب partir. وعاد نجي لهنايا نشوف هاد نو بلوريال، خصني باقي ليا غير نعرف واش فيمينا ولا ماسكولا. اذا هنا ما محددينش ليا واش فيمينا ولا ماسكولا، اذا ممكن ندير هاد الاو بين قوسين مفهوم، باش لا كانت فيمينا زيدوا ليها الاو، ما كانت فيمينا ما نزيدوش ليها. بعدا خصني نعرف البارتيسيپ باسي ديال لو فيرب partir. بالنسبه لي فيرب ديال التخوازيام جروب راه كل واحد والبارتيسيپ باسي ديالو. مثلا لو فيرب بروندر تيعطينا بري، لو فيرب بحال هنا فونير كتعطينا فونو، لو فيرب لير كتعطينا لو، لو فيرب ديال كتعطينا دي. اذا بزاف ديال كل واحد والبارتيسيپ باسي ديالو حتى هما خصهم يتحفظوا. اذا بالنسبه للبارتير فهو بارتي، ها هو بارتي. اذا كانوا فيمينا غيزيدوا الاو ولكن الاس ضروريه مفهوم. الا كان هاد نو ماسكولا كنزيد غير الاس، كان فيمينا او بلوريال خصني نزيد او نزيد اس. مي بارون سون الي شي لو ميدسان. اذا لي بارون كنحسبوهم ماسكولان، لان ملي كيتخلط ماسكولان وفيمينا في البلوريال فالماسكولان كيغلب بحال في العربيه مفهوم. الولد والبنات ذهبوا مفهوم، كنغلبوا سميتو. اذا الي حنا عرفناها بالاو اكسون، وكنزيد الاس ديال بلوريال لان مي بارون بلوريال. توي اريفي هنايا اريفي بمعنى ديال بروميي جروب، كندير ليه الاو اكسون. هنايا مصرف كذلك، هنا كلهم مع اتر. اذا كتبقى هاد تو الا كانت ماسكولا حنا الاو اكسون، كانت فيمينا كنزيد او ديال فيمينا، لان هنا ما عندنا حتى اشاره كدل على واش فيمينا ولا ماسكولا. من الاحسن دير بحال كبين قوسين باش الاستاذ كيعرفك انك ميزتي يقدر يكون فيمينا يقدر يكون ماسكولا. ندوزو هنايا الليكسيك، هنا ليتيليزاسيون ديال الديكسيونير. اذا دوك العناصر اللي كيكونوا في ان ارتيكل دو ديكسيون. اذا عندكم بحال هذه في الكتاب، كومبليت لارتيكل دو ديكسيونير سويفون بار سونس دو مون، لونتري يعني المو ريشيرشي، كلاس غراماتيكال، فراز اكزامبل، ديفينيسيون. اذا هذا سي ان ارتيكل ديال الديكسيونير، فيه لو نو اولا لو مو مومون، بغينا نعرفوا شنو هو مومون. اول حاجه كنبداو بها من وراء الكلمه كيعطيونا لا كلاس غراماتيكال، وشنو واش ادجكتيف واش فيرب واش بريبوزيسيون، اشنو النوع ديال هاد الكلمه هادي اللي حنايا كنشرحوها. كنجيو هنايا كنلقاو مثلا هو دو، هنايا لي سونس يعني شحال عنده من معنى. الا عنده غير معنى واحد ما كيكتبوش لنا الارقام، كان عنده اكثر من معنى راه كيبداو يحدوا المعنى الاول برقم واحد والمعنى الثاني برقم جوج. اذا هنايا هذا العدد ديال المعاني. هنا من بعد كيعطيونا لا ديفينيسيون، اشنو هي مومون؟ ان مومون ايتان طون كور، يعني واحد الوقت قصير مومون. ها هو عطاونا هنا التعريف، عطاونا لا ديفينيسيون. من بعد اش كيعطيونا؟ كيعطيونا واحد لا فراز اكزامبل، واحد الجمله مثال. اون نوزا دوموندي تاتوندغ ان مومون، طلبوا منا نتسناو واحد اللحظه. اذا بحال هكا كيكون في الديكسيونير، الكلمه الكلاس غراماتيكال، الديفينيسيون، ولا فراز اكزامبل. بعض المرات كيعطيونا الشرح ديال لا فراز اكزامبل، الا كانت لا فراز اكزامبل صعيبه كيعطيو حتى ديكسبليكاسيون ديال لا فراز اكزامبل. هذا لو سونس نيميرو 2، المعنى الثاني. لوراج ا اكلاتي او مومون او نو سوم انتري ا لانستون او نو سوم رونتري. اذا هنا عنده واحد المعنى ثاني كتعني اللحظه، في واحد اللحظه. اذا هنايا عندنا السينونيم المفرد المرادف، ويقدر يكون لونطونيم الضد. اذا هادشي هو اللي كيتكون منه لارتيكل دو ديكسيونير. اذا هذه هي كتسمى لونتري المدخل، اولا لو مو ريشيرشي اونتري، اولا مو ريشيرشي. واخا هادي نو ماسكولين نو فيمينا ولا فيرب، هادي كتسمى كلاس غراماتيكال، كلاس غراماتيكال. هادي لا ديفينيسيون فهم، ماشي لو سونس. هادي لا ديفينيسيون، لو سونس يعني شحال عنده من معنى، كيكون بحال هكا بالارقام. هادي ديفينيسيون، ديفينيسيون هذا لو سونس. هو كان من الاحسن يجي تجي العلامه من واحد وجوج باش سونس دي مو، سونس دي مو. هذه هنايا عندنا فراز اكزامبل، جمله مثال اللي كيعطيو بها المعنى الثاني ديال الكلمه. اذا هنايا فراز اكزامبل واخا كلاس لي مو سويفون سولون لو طابلو. اذا غرتبوا هاد الكلمات في لو طابلو هذا. فيفر اون فامي، بروندر سوان دو ما سونتي، ريسبكتي ما فامي، الي ا ليكول، اون ناسيوناليتي. اذا عندنا هنا دي دووا اي دي دووار دو لونفون. فيفر اون فامي سي ان دووا يعني تعيش وسط عائله،
en famille. Prendre soin de ma santé, c'est un devoir. Prendre soin de ma santé. On a le lexique des devoirs et les droits. Respecter ma famille, c'est un devoir aussi. Respecter ma famille. Aller à l'école, c'est un devoir. Aller à l'école. هنايا الصراحه هاد علي على كول راه دووار و ودغوا الا جينا نشوف غنديروها في لي دغوا احسن جي لو دغوا دالي على كول ومن واجبك تمشي للمدرسه اذا من حقك تمشي للمدرسه ومن واجبك تمشي تقول لا ما خصنيش نقرا علي على كول وهنايا غندير اون ناسيوناليتي حتى هي من 1 2 3 4 5 باش ما ننساش شي وحده اون ناسيوناليتي يعني جنسيه خاصها تكون عندك اون ناسيوناليتي اذا كما قلت لكم هذه تقدر تمشي في دغوا ودغوا ولكن الاحسن ديروها في لي دغوا لان بحال هكا قريتو علي علي كول جي جي لو دغوا علي علي كول اذا هذا الشيء اللي كاين لا مازال ماشي هذا الشيء اللي كاين مازال الصفحه 4 Principale production de l'écrit, regarde les images ci-dessous, écris deux phrases dans lesquelles tu informes sur les règles de vie en classe. Je suis sûre que vous avez les règles de vie en classe. Maintenant, on doit lever le doigt avant de prendre le parole. On doit lever le doigt avant de prendre le parole. On doit lever le doigt avant de prendre le parole. On doit lever le doigt avant de prendre le parole. Lève le doigt avant de prendre la parole. Ça fait le doigt ou la pour prendre la parole. Et donc là, il m'a dit travaille sérieusement, يعني خدم بجدية لأن الناس يعني أنه ماشي ماشي جدي. فهم اللي كينعس في القسم يعني أنه إنسان ماشي جدي ما كيعطيش أقصى ما عنده باش يخدم نقدروا نكتبوا ايفيت دو دورمير اون كلاس يعني تجنب النوم في القسم ايفيت دو دورمير اون كلاس ولا نكتبوا لي سوا سيريو سوا سيريو يعني كون جديا سيريو كون جديا دون طون ترافاي سوا سيريو صافي نكتبو غير سوا سيريو يعني يكون جديا ماشي تجي تنعس يعني خصك تكون جاد في العمل ديالك جوج كومبليت لو ريغلومون دو لا كلاس سي دوسو افيك لي مو سويفون اذا اكري ريسبكت ايكوت ايفيت دوموندي با دون ما كلاس جو مي بروفيسور اذا اش غندير لي بروفيسور جو ريسبكت احترم جو ريسبكت مي اي جو دوا La permission pour me lever ou pour sortir de la classe. Et donc, je dois demander. Demander. Ça fait la permission pour me lever ou pour sortir de la classe. Je ne dois pas sur les tables, les livres ou abîmer le matériel. Je ne dois pas écrire. Je ne dois pas la tawilat ou les livres ou la khasser le matériel, yani les adawat li kanhadmou bihom. Je et je les autres. Je de toucher aux affaires des autres. Idan hnaya j'évite, ghir bach kan j'évite de toucher aux affaires des autres, yani يعني اتجنب انني نقيس لي زافير يعني الادوات ديال الاخرين هنا حتى هنا انا ما بغيتش تكتب في الامبيراتيف ممكن تكتب في البريزون je dois lever le doigt pour là je lève le doigt pour prendre je ne dors pas en classe مثلا اما حتى في الامبيراتيف صحيح اش بقى لينا هنايا اي لي زوتر je parle et j'écoute les autres انا اتكلم واسمع الاخرين اي j'écoute les autres dicter الديكتي خصك تدرب على داكشي اللي شفتوه في الديكتي مزيان اذا شفتوا
بالنسبة لهاد الوحدة الثانية، إذا شفتوا لاكور ديال لي فيرب مع السوجي وشفتوا البارتيسيب باسي، لاكور دو بارتيسيب باسي، حتى هو إذا الأستاذ يقدر يعطيك جمل اللي فيهم بارتيسيب باسي أو لا لي فيرب، يعني جمل اللي فيهم لي فيرب، خصك أنت يعني ما تخطأش في التيرمينيزون ديال لي فيرب. إذا كنتمنى لكم التوفيق في جميع الفروض اللي جاية، نتلاقاو إن شاء الله مع فرد آخر من فروض ثانية الخاصة بالدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس.